الآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى مؤتمر صحفي للسيد سامح شكري وزير الخارجية المصرية ونظيره الجزائري. صديقة، وقبل أي شيء أنا بعتذر للسادة الصحفيين على التأخير، ولكن كان اللقاء في الحقيقة بعد اشتياق وكان مطول في إطار التباحث فيما بيننا المنفرد وأيضا في المباحثات الموسعة. علاقة في الحقيقة بتمثل أهمية كبيرة بالنسبة لجمهورية مصر العربية، ونتطلع إلى استمرار العمل المشترك لمواجهة التحديات اللي تواجه الدولتين، وإنه في تضامننا والعمل في الدوائر العديدة اللي بتجمعنا، سواء الجامعة العربية، الاتحاد الأفريقي، عدم الحياز، 77، تنسيقنا الدائم في كافة المحافل الدولية ووجود أرضية مشتركة بتجعل هذه العلاقة لها تأثيرها في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقتنا، ولكن أيضا التركيز على الارتقاء بالعلاقة الثنائية والوصول بها إلى مجالات أرحب وأوسع، سواء كان في النطاق السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي. أنا أود مرة أخرى أن أرحب بمعالي الوزير، وإن شاء الله نستمر في التواصل الكثيف فيما بيننا، هذا ما اتفقنا عليه، وهناك بالتأكيد عائد مباشر من هذه العلاقة على شعوبنا وعلى تحقيق الاستقرار في المنطقة العربية والأفريقية وتحقيق تطلعات شعوبنا لمستقبل أفضل. تفضل. شكرا صديقي العزيز. أولا أضم صوتي لصوت الأخ الوزير للاعتذار على طول الانتظار، فنحن استأنفنا مشوار التشاور والتنسيق بنفس الروح التي كانت سائدة في علاقتنا في الماضي القريب، وهذا الذي جعلنا نجلس لفترة مطولة نسبيا وإن لم تغطي كافة ما كان نريد أن نتباحث حوله، وبالتالي لدينا لقاءات أخرى إن شاء الله مبرمجة في مصر والجزائر، وفي اغتنام كل الفرص على هامش الندوات الدولية والاجتماعات لتكريس سنة التشاور والتنسيق فيما بيننا. لقد أبى السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن تكون مهمتي الأولى بهذه الصفة الجديدة تشمل عدد من البلدان الشقيقة والصديقة، وأن تكون مصر من بينها، على اعتبار أن المسائل المطروحة سواء ما تعلق بالعلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية أو عدد من الملفات الأخرى في المغرب العربي والمشرق العربي والقارة الإفريقية، كلها تتطلب التنسيق والتشاور مع مصر الشقيقة. وأنا أنقل رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة مودة، رسالة إخاء، رسالة تجديد الالتزام بهذه النوعية الخاصة لعلاقات البلدين التي دائما وأبدا يربطها الجزائريون من كل الأجيال بملحمة التحرير، عندما وقفت مصر الشقيقة ووقف الشعب المصري الشقيق إلى جانب الثورة الجزائرية، وقدمت مصر الكثير من أجل نصرة الجزائر في كفاحها المشروع من أجل استرجاع حريتها واستقلالها. فنحن أمامكم، والعالم والمنطقة معرضين لتحديات كبيرة،
تلك المرتبطة بجائحة كورونا وتسببت ربما في تعطيل الأطر النظامية والقائمة المشرفة على التعاون الثنائي، وعطلت كذلك ربما برمجة التحكم في الآفاق وبرمجة اللقاءات المستقبلية، لأن نحن على يقين من أن لقاءات على مستوى القمة ولقاءات اللجان المشرفة على التعاون الثنائي وعلى الشراكة من الأهمية بمكان أن تنعقد وأن تتخذ القرارات اللازمة للدفع بعجلة البناء، بناء صرح هذه الشراكة التي يستفيد منها الشعبان كما يستفيد منها كما تستفيد منها الشعوب الأخرى التي نعمل من منطلق التضامن ومن منطلق الإخاء، أن تتحرك عجلة الرخاء والازدهار لصالح الجميع. فنحن أمامكم مستعدين للرد على بعض أسئلكم، لأن اللقاءات لم تكتمل، وكوزراء خارجية نحترم المؤسسات ونعتبر أن الرسالة الجزائرية موجهة إلى فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، فيجب أن تعرض على الرئيس، وإن كان بطبيعة الحال من السهل أن يفهم الجميع من أن رسالة هي رسالة حسنية، رسالة إخاء، ورسالة الحرص على العمل سويا وبنفس الإرادة وبنفس الرغبة في تحقيق المزيد وتسجيل أوراق منيرة في تاريخ ومشرقة في تاريخ علاقتنا الثنائية. شكرا. شكرا يا فندم. أحمد جمعة من صحيفة اليوم السابع. سؤالي لمعالي الوزير سامح شكري ومعالي وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة حول تطورات الأوضاع في ليبيا. يعني مصر والجزائر دولتين ترتبطان بحدود مباشرة مع دولة ليبيا، ونظرا للتطورات الإيجابية التي تشهدها الساحة الليبية وتحديدا يوم أمس بفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب سرت ومصراتة، هل لكما أن تطلعانا على رؤيتكم المشتركة حول المشهد الليبي وتثبيت الاستقرار وصولا لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية، انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 24 ديسمبر المقبل؟ شكرا جزيلا. بالتأكيد أن لكل من مصر والجزائر اهتمام بالغ باعتبارهما دولتي جوار لليبيا الشقيقة، وشعبها اللي تربطه بكل من مصر والجزائر روابط تاريخية، روابط من المصاهرة والأخاء. وعلى مدى الأزمة الليبية كان هناك قلق بالغ من قبل الدولتين للضغوط والتحديات الواقعة على الشعب الليبي الشقيق، والعمل المشترك الثنائي وأيضا المتعدد لمعاونة الأشقاء في ليبيا للخروج من هذه الأزمة من خلال حلول ليبية تؤدي إلى استعادة استقرار ليبيا ووحدة أراضيها وسيادتها والحفاظ على مقدراتها الليبي الشقيق. نحن الآن في مرحلة نتفائل في أنه مخرجات المنتدى الحوار الليبي وعناصره هي مكتملة تؤدي إلى خروج ليبيا من أزمتها بتحقيق الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر، بحيث تصبح هناك حكومة منتخبة تعبر عن إرادة الشعب الليبي وتستطيع أن تعزز من
المؤسسات الدولة الليبية وتقديم خدمات للشعب الليبي، ولكن أيضا تحقيق الاستقرار والأمن وسيادة الأراضي الليبية، خروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، التعامل مع قضية الميليشيات، والعمل على تعزيز الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة. نتطلع إلى استمرار التفاعل مع الأشقاء في ليبيا، وبالتأكيد أنه فتح الطريق الساحلي مؤشر طيب لحوار ومصالحة ليبية ليبية تعزز من فرص نجاح الاستحقاق الانتخابي ووضع ليبيا على الطريق الصحيح لاستعادة استقرارها والقضاء على التهديد الإرهابي، والعمل من خلال دائرتها المباشرة دول جوار مصر وتونس والجزائر وأيضا السودان وتشاد. نحتاج في هذه المنطقة لما تشهده من اضطراب وتحديات لتدعيم الدولة الوطنية وعملها من أجل مصلحة الشعوب، وكل خطوة إيجابية سوف تجد دعم ومؤازرة منا تصور من مصر والجزائر وبقية دول الجوار، ونحن بصدد تفعيل الآليات الداعمة للأشقاء في ليبيا مجموعة دول الجوار، ونستطيع أن نؤكد اهتمامنا بالأوضاع في ليبيا لصالح الشعب الليبي، ولكن أيضا اهتمامنا باستعادة ليبيا لاستقرارها للأثار السلبية اللي ترتبت على دولنا من حالة عدم الاستقرار واتساع رقعة محاولة توسيع رقعة المصالح لأطراف غير إقليمية أو غير متصلة مباشرة بالدول مباشرة الجوار لليبيا، وأيضا محاولة التأثير عليها واتساع رقعة التنظيمات الإرهابية التي اتخذت قواعد على الأراضي الليبية. نعم، الساحة الليبية تشهد تقدم، تشهد إنجازات معتبرة مقارنة بكل المصائب والمحن التي مر بها الشعب الليبي الشقيق. وقد نكون أو قد يكون الشعب الليبي وصل إلى بانتفاضة القلوب والعقول والوعي من أن مستقبل ليبيا هو ملك لأبناء الشعب الليبي الشقيق، وأن لدول الجوار مسؤولية تضامنية خاصة. عقدت العزم كل من الجزائر ومصر على أن تطلع بهذه المسؤولية كاملة مكتملة، وزاد مثلما ذكرت وترمز ويرمز إليها افتتاح الطريق الساحلي. و الكرام، كان هذا جانب من المؤتمر الصحفي بين وزيري خارجية مصر والجزائر في القاهرة. نعود من جديد لاستئناف وقائع هذا المؤتمر. الرزنمة الموضوعة والمتفق عليها ليبيا وإقليميا ودوليا من اتخاذ عدد من الخطوات المؤهلة ل خلق الأجواء المناسبة من أجل إجراء انتخابات قبل نهاية السنة 24 ديسمبر. نتمنى أن تكون ناجحة، نتمنى أن تكون مفتاح لمصالحة وطنية حقيقية ولاسترجاع الدولة الليبية لسيادتها الكاملة في ظل الاستقلال الوطني وبسط سلطة الدولة الليبية على كافة أراضي ليبيا الشقيقة، دولة ليبيا الشقيقة. هذا المظهر الإيجابي لا يخلو من تحديات ومن مشاكل تتطلب ليس فقط الصبر والمثابرة، بل كذلك اليقظة والوقوف إلى جانب
الشرعية بيا من أجل جمع كافة شروط نجاح وخروج ليبيا من هذه الفترة المأساوية التي عاشها شعبها الشقيق. فالتنسيق بيننا ومع دول الجوار الأخرى قائم، وكذلك مخاطبتنا لشركاء آخرين مهتمين بالشأن الليبي ستكون مخاطبة صريحة، ستكون مخاطبة الدول التي تتحمل مسؤولية تجاه الشعب الليبي، ولكن مسؤولية كذلك تجاه شعوبنا، بالنظر إلى إسقاطات الاستقرار في ليبيا لا سمح الله على كل دول الجوار. فنحن إذن حريصون على دعم التطورات الإيجابية وفتح آفاق رحبة لتحقيق المزيد من التقدم، ولعل ما أشرتم إليه هو يشجع ويشجع حقيقة على الاعتقاد من أن ليبيا الشقيقة على الطريق الصحيح. سؤالي محمد حميد وكالة الأنباء الروسية. سؤالي لمعالي وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة، في أعقاب زيارتكم الأخيرة إلى الجمهورية التونسية، نود أن نستمع التقييم من معاليكم حول مستجدات الساحة التونسية ورؤيتكم خاصة بعد الزيارة الأخيرة، كما نود لسماع تعقيب من معالي وزير الخارجية المصري حول تلك التطورات على الساحة التونسية. ما يحدث في تونس الشقيقة شأن داخلي، نحترم سيادة تونس الشقيقة ونتضامن معها مع شعبها الشقيق، ونقيم اتصالات مع قيادتها، ولدينا القناعة من أن الشعب التونسي الشقيق قادر على تجاوز هذه الفترة من حياته المؤسساتية وعلى اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات من أجل وضع مسيرة تونس السياسية والمؤسساتية على السكة الصحيحة، ليتسنى لهذا البلد الشقيق من مواصلة عطائه للمنطقة ولكافة القضايا التي نجد أنفسنا في خندق واحد مع تونس ونعمل من أجل تحقيق نفس الأهداف مبنية على نفس المبادئ. بالتأكيد نحن نتابع باهتمام بالغ ما تقوم به السلطات التونسية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وسيادة تونس الشقيق، ونثق تماما في حكمة القيادة السياسية وقدرتها على إدارة المشهد بما يحقق إرادة وتطلعات الشعب التونسي الشقيق. بالتأكيد كما تفضل معالي الوزير، هذا شأن داخلي تونسي لإرادة الشعب التونسي الحيز والصلاحية، وضرورة احترام كافة لخصوصية وعدم التدخل، وأن تؤدي كل الإجراءات إلى تحقيق الاستقرار وإرادة الشعب التونسي. عربي. سؤال لمعالي وزير خارجية الجزائر. يعني قبل أن تصل القاهرة كنت قد زرت إثيوبيا ومن بعدها السودان، ويعني لا يتصور المرء أن تقوم بهذه الجولة دون أن تتحدث عن سد النهضة الإثيوبي، بخاصة أنك التقيت أيضا مسؤولي الاتحاد الإفريقي، فضلا عن الخبرة التي تمتلكها حضرتك في إدارة مجلس الأمن والسلم الإفريقي والاتحاد الإفريقي.
ما هو تصور الجزائر اولا تصور حضرتك في هذا الشأن، كيف يمكن الخروج من هذا المأزق، وهل لمستم من الجانب الاثيوبي ومن بعده الجانب السوداني يعني رغبة في ان يتم دفع هذا الملف الى الامام بما يحافظ على حقوق الاطراف الثلاثة؟ شكرا. الجزائر تعتقد ان الظرف والوضع المتعلق بالعلاقة بين الدول حوض النيل وبالوجه الخصوص علاقة الدول الثلاث إثيوبيا والسودان ومصر تمر بمرحلة دقيقة، ونحن في حاجة كجزائر إلى الاطلاع على جزئيات الأمور ولا نكتفي بمعرفة سطحية لهذا الملف الحيوي، ونقدر تماما أن الشعوب الثلاثة تعتبره كذلك، ونرى أنه من الأهمية بمكان أن تصل هذه الدول الشقيقة إلى حلول مرضية تحقق لكل طرف ما له من حقوق، وتحفظ كذلك واجبات كل الأطراف لتسود الشفافية المطلقة في هذه العلاقة، وتجعلها مبنية على أسس قوية على قدم المساواة، وعلى كذلك المساواة في الفائدة والاستنفاع بالثروة المائية الهائلة التي هي شريان الحياة وعنصر أساسي من عناصر التنمية في كل بلد. فما زلنا في اهتمامنا بهذا الموضوع، لأنه موضوع أساسي بالنسبة للدول الشقيقة وصديقة، وللجزائر دائما هذا الموقف الثابت أننا حريصين على ألا تعرض العلاقة الاستراتيجية بين الجانب العربي والجانب الإفريقي في دائرة الانتماء بالنسبة إلينا وبالنسبة لأشقائنا المصريين، لا تعرض هذه العلاقة المتميزة لمخاطر نحن في غنى عنها. وعلى هذا الأساس استمعت باهتمام شديد لما تفضل به زملائي في كل من أديس أبابا والخرطوم من معلومات وعروض وتطلعات، وكما استمعت لجزء من ما تفضل به زميلي نظرا لضيق الوقت من معلومات، ووعدنا أننا سنستأنف الحديث حول هذا الموضوع. ودائما وأبدا الجزائر ترغب أن تكون دائما عندما تتوفر الشروط لذلك، وعندما يكون المناخ ملائم أن تكون إذا أمكن جزء من الحل في كافة الملفات الكبيرة الوجودية التي تهم أشقائنا وتهمنا نحن كذلك بالدرجة الأولى. إذن نستمع ونستفيد ونبلغ قيادتنا في بلدنا بمواقف الإخوان، ونكون على تم الاستعداد لمناقشة هذه المواضع المعقدة الصعبة مع غيرنا من الزملاء الأجانب الذين يريدون أخذ رأينا في هذا الموضوع. وبطبيعة الحال بما أن موضوع السد هو موضوع عالمي اجتمع من أجله مجلس الأمن الأممي، وينظر إليه في أكثر من منبر أنه من القضايا المهمة التي تحتل اهتمام المجموعة الدولية حاليا، فلا بد أن نكون فكرة كاملة مكتملة على هذا الموضوع، وأن نساهم بآراء بأفكار
في هذه الحوارات الكبيرة التي تدور حول هذا الموضوع المهم. شكرا. لمياء موافي قطاع الأخبار التلفزيون المصري. سؤالي معالي الوزيرين، الأوضاع في لبنان الفترة الأخيرة هيمنت على الساحة العالمية. حضرتك معالي وزير الخارجية سامح شكري قمت باتصالات مكثفة الفترة الماضية واتصلت بوزير الخارجية الفرنسي بشأن لبنان، رؤيتك لتطورات الأوضاع في لبنان خلال الفترة الحالية؟ المشهد طبعا مشهد داخلي، وتحاول مصر بحكم علاقتها الوثيقة مع الشعب اللبناني أن تساهم في الجهد للخروج من الأزمة الراهنة، وهناك أيضا اهتمام دولي بالأزمة، ونتطلع بأن تستطيع القيادات السياسية في لبنان بأن تلبي طموحات الشعب اللبناني والتحديات والضغوط التي يواجهها في الوقت الراهن، نظرا لأوضاع الكورونا، نظرا للأوضاع الاقتصادية المتردية، وأهمية تشكيل حكومة لبنانية تستطيع بأن تتفاعل مرة أخرى مع المؤسسات الدولية المالية، تعمل على رعاية مصالح الشعب اللبناني وتوفير الخدمات الضرورية له، وتخرج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية. وكلما كان هناك سرعة في ذلك بعد فترة طويلة من الجمود كان له تأثيره وواقعه، ولا ننسى مرفأ بيروت والأضرار اللي وقعت منه وضرورة إزالة هذه الأضرار ومواجهتها. فنتعشم بعد تكليف لتشكيل الحكومة من قبل الرئيس نقاطي بأن يتم التشكيل في وقت سريع، يتم التوافق فيما بين كافة الأطياف السياسية اللبنانية لإسكاء مصلحة الشعب اللبناني، ونحن سوف نستمر في توفير أي دعم نستطيع أن نوفره لتحقيق هذه النتيجة، لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار لشعب يستحق أن ينعم بمستقبل مشرق ويكون عنصر فاعل في إطار العربي، وأيضا في تحقيق الاستقرار لبقية المنطقة وفي منطقة الشرق المتوسط. شكرا. خاصة مع بداية تشكيل الحكومة الجديدة. نفس الشيء. أنتم تعرفون أن الجزائر كانت جزء الترتيبات التي قامت بها الجامعة العربية وفوضت دول عربية ثلاث للقيام بمساعي مع الأشقاء في لبنان، وكللت هذه المساعي باتفاقية الطائف، ووفرت هذه الاتفاقية فرصة ثمينة للتعايش السلمي والمصالحة بين الأشقاء. ونحن دائما وأبدا نحب أن ننظر إلى المشهد البشري الإنساني والسياسي الذي يعطيه الشعب اللبناني الشقيق لبقية العالم، على اعتبار أنه مشهد يتسم بالتعايش السلمي، يتسم بتجانس بين ديانات مختلفة. هذا المشهد الجميل نريد أن يحتفظ به الشعب اللبناني الشقيق كنموذج لحل في أكثر من مكان، ولربما تستلهم المجموعة الدولية عند مساهمتها في حل المسألة الفلسطينية من التجربة اللبنانية ما يجعلها لا تقنط بأن حل الدولتين ممكن، وأن
في فلسطين على غرار ما توصل إليه الأشقاء اللبنانيون، دائما وأبدا إمكانية التعايش بين عناصر سبقة وأن تقاتلت بعنف ثم ارتأت أن التعايش السلمي هو الأفضل وهو الواعد وهو النموذج الذي يجب أن نقدمه لشعوبنا ولغير شعوبنا. فالمرحلة الراهنة نرى أن هناك الكثير من التفاعلات بين عناصر الشعب اللبناني الشقيق، نتمنى أن يفضي ذلك إلى تشكيل حكومة شرعية قوية تمثل كافة أبناء الشعب اللبناني، حكومة تكون قادرة على أن تقود مسيرة نهضوية للبنان وأن تعالج كافة التحديات وهي كثيرة وهي معقدة بتضامن باقي الشعوب العربية وباقي الدول العربية. لبنان مهم، لبنان عنوان، لبنان تاريخ، ولبنان مستقبل ظاهر إن شاء الله. شكرا جزيلا، ومرة أخرى نشكركم على اهتمامكم، وسوف نواصل حوارنا الآن لنستكمل بقية الموضوعات المحل اهتمام البلدين. شكرا جزيلا.